أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. رحبت المملكة العربية السعودية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر مسؤول قوله إن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركا حازما وسريعا. رحب سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها قطر إلى ضرورة التوقف فورا عن تمويل الإرهاب. وقال العتيبة إن الخطوة التالية هي أن تقر قطر ببواعث القلق وتلتزم بإعادة النظر في سياساتها الإقليمية، ما يوفر الأساس الضروري لأي مناقشات. سيطر جيش أسود الشرقية التابع لفصائل المعارضة على تلة مسيطمة غربي بئر القصب بالبادية السورية شرق دمشق، فيما ما تزال المعارك مشتعلة في المنطقة وسط قصف مدفعي متبادل بين الطرفين. وفي هذا الصدد أسقطت قوات مغاوير الثورة طائرة من دون طيار قالوا إنها إيرانية تم استهدافها بمضادات أرضية قرب معسكر قوات مغاوير الثورة المنشأ حديثا في منطقة الزقف بريف دير الزور. أفاد مراسل أخبار الآن أن قوات الأسد قصفت مدينة درعا بصواريخ الفيل في الوقت الذي تقصف فيه الطائرات الحربية أحياء المدينة بالصواريخ الارتجاجية. وتواصل قوات الأسد وميليشيات إيرانية تحت غطاء من الطائرات الروسية حملة واسعة النطاق على مواقع المعارضة المسلحة في محافظة درعا في مسعى لانتزاع السيطرة مرة أخرى على الحدود السورية الجنوبية. استعادت القوات العراقية السيطرة على حي الزنجيلي المحاذي للمدينة القديمة آخر الأحياء المتبقية تحت احتلال تنظيم داعش في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر إن القوات على الفور شرعت بعملية واسعة لتأمين الحي من أفراد داعش والمخلفات الحربية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج الانتخابات البرلمانية البريطانية التي وضعت رئيسة الوزراء تريزا ماي في وضع صعب للحفاظ على السلطة بأنها مفاجئة. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي دعت إلى انتخابات مبكرة لتعزيز موقفها في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقعا إلكترونيا جديدا على الإنترنت باسم اجعلوا كوكبنا عظيما مرة أخرى بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية المناخ في باريس. قال ماكرون في تصريح إن فرنسا أصبحت مركزا للابتكارات والعلوم والتكنولوجيا والتقدم، مضيفا أن لدى فرنسا العديد من مراكز البحوث كالسوربون وباريس. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.